بشير من عرعر معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. حبك الله يا شيخ. جزاك الله خير، تفضل. جزاك الله خير يا شيخ. بالنسبة للأضحية، هل تذبح للأموات أم لا؟ أبوي مثل ما توفي يسميها باسم الأبوي بس مثلا. طيب شكرا. نعم، الأضحية حسب نيك يا أخي، تذبحها عن والدك فقط أو تذبحها عنك وعن والدك أو تذبحها عن أهل بيتك، حسب النية يا أخي. نعم.